الأصحاح الخامس عشر. فيجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا، فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان، لأن المسيح أيضا لم يرضي نفسه، بل كما هو مكتوب: تعييرات معيريك وقعت علي. لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. وليعطكم إله الصبر والتعزية أن تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم بحسب المسيح يسوع، لكي تمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد. لذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله. وأقول إن يسوع المسيح قد صار خادم الختان من أجل صدق الله حتى يثبت مواعيد الآباء. وأما الأمم فمجدوا الله من أجل الرحمة، كما هو مكتوب: من أجل ذلك سأحمدك في الأمم وأرتل لاسمك. ويقول أيضا: تهللوا أيها الأمم مع شعبه. وأيضا: سبحوا الرب يا جميع الأمم وامدحوه يا جميع الشعوب. وأيضا يقول إشعياء: سيكون أصل يسى والقائم ليسود على الأمم، عليه سيكون رجاء الأمم. وليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان، لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. وأنا نفسي أيضا متيقن من جهتكم يا إخوتي أنكم أنتم مشحونون صلاحا ومملؤون كل علم، قادرون أن ينذر بعضكم بعضا. ولكن بأكثر جسارة كتبت إليكم جزئيا أيها الإخوة كمذكر لكم بسبب النعمة التي وهبت لي من الله، حتى أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم مباشرا لإنجيل الله ككاهن، ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس. فالافتخار في المسيح يسوع من جهة مال الله، لأني لا أقصر أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي لأجل إطاعة الأمم بالقول والفعل، بقوة آيات وعجائب، بقوة روح الله، حتى إني من أورشليم وما حولها إلى الليريكون قد أكملت التبشير بإنجيل المسيح. ولكن كنت محترصا أن أبشر هكذا، ليس حيث سمي المسيح لئلا أبني على أساس لآخر، بل كما هو مكتوب: الذين لم يخبروا به سيبصرون، والذين لم يسمعوا سيفهمون. لذلك كنت أعاق المرار الكثيرة عن المجيء إليكم. وأما الآن فإذ ليس لي مكان بعد في هذه الأقاليم، والاشتياق إلى المجيء إليكم منذ سنين كثيرة، فعندما أذهب إلى إسبانيا آتي إليكم، لأني أرجو أن أراكم في مروري وتشيعوني إلى هناك إن تملأت أولا منكم جزئيا. ولكن الآن أنا ذاهب إلى أورشليم لأخدم القديسين، لأن أهل مقدونية وأخائية استحسنوا أن يصنعوا توزيعا لفقراء القديسين الذين في أورشليم، استحسنوا ذلك، وإنهم لهم مديونون، لأنه إن كان الأمم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم أن يخدموهم في الجسديات أيضا. فمتى أكملت ذلك وختمت لهم هذا الثمر، فسأمضي مارا بكم إلى إسبانيا. وأنا أعلم أني إذا جئت إليكم سأجيء في ملء بركة إنجيل المسيح. فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى الله، لكي أنقذ
من الذين هم غير مؤمنين في اليهودية، ولكي تكون خدمتي لأجل أورشليم مقبولة عند القديسين، حتى أجيء إليكم بفرح بإرادة الله وأستريح معكم. إله السلام معكم أجمعين. آمين.